مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء العربية الرفيعة التي لها من المعاني القيمة ما يجعله اسما مميزا وفريدا. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم جليل. جليل اسم علم مذكر من أصل عربي، وهو صفة مشبهة تدل على الثبوت من الفعل جل وجل على وجل عن، يجل جلالا وجلالة، فهو جل وجليل، وهي جليلة يقال جل قدره أي كان عظيم الشأن، ويقال جل عن الصغائر أي ترفع عنها. وجليل هو الإنسان الوقور ذو المهابة والقدر، عظيم الشأن، المحترم بين الناس، المتقدم في السن والكبير في القوم، وقد يسمون به بالإضافة عبد الجليل. والجليل هو الله ذو المهابة والجلال، عظيم الشأن والمقدار، المتصف بجميع صفات الكمال. صفات حامل هذا الاسم: إنسان جاد ومنظم جدا، ويحب وضع كل شيء في مكانه الصحيح ويكره الفوضى، يتطلع للكمال والمثالية في حياته، مؤدب وصاحب أخلاق عالية، يحسن معاملة الصغير قبل الكبير، شجاع في اتخاذ القرارات ويبحث عن تحقيق النجاح دائما، صاحب قلب طيب يشفق على الضعفاء ومن يكون تحت سلطته. يشعر البعض أن لديه بعض الغموض، لكن ذلك يعطيه نوعا من المهابة. وهذه بعض الأبيات الشعرية: في أعماق الروح تتراقص أشواقي، تنبض بالحب والعشق والأمان، جليل أنت السر الذي تحمله أحضاني، تسري في عروقي كالدم المتدفق، بكلمات العشق أنثور أحاسيسي، أنت الحب الذي يشتعل بقلبي المتيم، تكتب قصة حبنا بألوان الشغف، وترسم في قلبي أروع اللوحات والمناظر، دعنا نعيش سويا قصة حب لا تنتهي، جليل أنت الروح والعشق ومعنى الحب الحقيقي. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم جليل؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.